أجندة بلبنان خارج هالأجندة. أهلا بكم إلى مسائية المستقبل، نبدأها بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير إلى العناوين. السلام عليكم. البابا يشدد على الحوار بين الأديان والثقافات، والسيسي يثمن مواقفه ويؤكد متانة العلاقة مع الفاتيكان. هذه حكومة استعادة الثقة، نحن حطينا بتصرفكم بتصرف الشعب اللبناني هذا الإنجاز. رسميا الإعلان عن فوز تحالف باك بمزايدة السوق الحرة، ورئيس المطار يتحدث للمستقبل عن مشاريع جديدة تضع المطار في مرتبة متقدمة. بالتصويت بصندوق الاقتراع او بالنزلة على الشارع ما في تمديد في قانون انتخاب جديد. نقاشات قانون الانتخابات تتواصل، ولقاءات واتصالات متلاحقة. سفير البريطاني يشدد من عين التينة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها. فينا نكون أبطال ونحافظ على سلامة أطفالنا وكل متر من أرضنا. طلب بطاقة بلوم عطاء وساهم بنزع الألغام من لبنان مع بنك لبنان والمهجر. الأجواء الإيجابية التي ترافق اللقاءات والاجتماعات المتعلقة بقانون الانتخاب تبدو في سباق محموم مع موعد 15 من أيار، وتغلفها جملة مواقف تحمل معها بوادر أمل بالتوافق على قانون انتخابي جديد. فرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدد تأكيده عبر تويتر أنه يريد قانونا انتخابيا يراعي جميع اللبنانيين، في وقت قال رئيس التيار الوطني الحر أنه على شبح التمديد أن يرحل، مشددا على أهمية إيجاد قانون جديد. واليوم سجلت سلسلة لقاءات، الأول في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان، تبعه اجتماع في وزارة الخارجية ضم الوزير جبران باسيل والنواب غازي العريضي، جورج عدوان وإبراهيم كنعان وألا عون ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، كذلك المعاونة السياسية للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل. اقتصاديا، ترددات مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار رفيق الحرير الدولي بقيت مدار نقاش، فيما أكد رئيس التفتيش المركزي أن الرابح في المناقصة هو الوطن في انتظام عمل المؤسسات وسلطات الرقابة. دعا وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى استغلال العمل الذي جرى معتمدين وحدة المعايير وتطبيق القوانين المرعية. إقليميا، وفي زيارة تاريخية وصل رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرانسيس إلى القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة. زيارة البابا لمصر بدأها بالتأكيد على أن مستقبل البشرية قائم على الحوار بين الأديان والثقافات، فيما شدد أمام الإمام الأزهر أحمد الطيب على أن لا حل للمشكلات التي يعاني منها العالم إلا من خلال إعادة الوعي بالرسالات السماوية، في وقت دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الفاتيكان والأزهر إلى بذل الجهود للتصدي للعنف والتطرف. استقبال مميز البابا فرانسيس في مطار القاهرة الدولي أرادته الرئاسة المصرية تجسيدا لهذه الزيارة التاريخية، حيث رافق رئيس الحكومة شريف اسماعيل الضيف وسط استنفار أمني واضح إلى قصر الاتحادية ليستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط مراسم موسيقى السلام الوطني واستعراض حرس الشرف. في اللقاءات الثنائية والموسعة أكد البابا فرانسيس أهمية دور مصر في الشرق الأوسط، مثمنا جهودها من أجل التوصل لتسويق
تسويات للمشاكل الملحة والمعقدة، وجدد دعمه جهود مصر في وقف العنف والإرهاب فضلا عن تحقيق التنمية. الرئيس السيسي أكد من جانبه أن مصر ستظل دوما مستعدة للاضطلاع بدورها كنموذج للإسلام المعتدل، وذلك لما تمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية. إن الإسلام الحق لم يأمر أبدا بقتل الأبرياء، ولم يأمر أبدا بترويع الآمنين وإرهابهم، وإنما أمر بالتسامح والرحمة والعمل الصالح الذي ينفع الناس، كما أمر باحترام الآخر وحقه في اختيار دينه وعقيدته. وبعربية سليمة أطل باب السلام فرانسيس على الحاضرين في الأزهر الشريف في مستهل مشاركته في أعمال مؤتمر الأزهر العالمي للسلام. نحن مدعوون إلى السير جميعا معا في مقتنعين بأن مستقبلنا جميعا يعتمد على الحوار بين الأديان وبين الثقافات، فإن عمل اللجنة المختلطة للحوار بين لجنة الفاتيكان ولجنة الأزهر تعرض لنا قدوة ومثالا نحتذى به في هذا المجال. البابا فرانسيس شدد على ضرورة أن يتكرر الرفض الواضح ضد أي شكل من أشكال العنف الذي يرتكب باسم الدين أو باسم الله. وإذ طالب باب الفاتيكان باستراتيجية لتحويل التنافسية إلى تعاون والاعتراف بالحريات والحقوق الدينية ورفض السلوك البربري الذي يؤدي إلى العنف، شدد على أن مستقبل البشرية يعتمد على الحوار بين الثقافات المختلفة. شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب الذي أعرب عن شكره للبابا فرانسيس حضوره فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي، دعاه في مستهل كلمته إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا الإرهاب في مصر والعالم. فليس الإسلام دين إرهاب بسبب أن طائفة من المؤمنين به سارعوا لاختطاف بعض نصوصه وأولوها تأويلا فاسدا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون الأبرياء ويروعون الآمنين. وأضاف الإمام الأكبر إن سبب كل أزمات العالم اليوم هو تجاهل الحضارة الإنسانية للأديان السماوية، مشيرا إلى أن الأرض الآن أصبحت ممهدة لأن تأخذ الأديان دورها في نشر السلام، وطالب بتصحيح صورة الأديان من المفاهيم المغلوطة. إذن تكتسب زيارة البابا فرانسيس إلى مصر أهمية كبرى، خصوصا لجهة مواقفه من الحوار بين الأديان ورفضه ربط العنف والتطرف بدين الإسلام. في رسالة مصورة وجهها البابا فرانسيس إلى المصريين، أشاد بالدولة التي شهدت مهد الحضارة وهبة النيل وأرض الشمس والضيافة. في رسالته قال البابا: أود أن تكون هذه الزيارة عناقا وتشجيعا لكل المسيحيين في الشرق الأوسط ورسالة أخاء ومصالحة إلى العالم الإسلامي. فهاتان القيادتان الكبريان حينما تتوجه الكلمة من مصر إلى العالم كله، حتى لأنه لابد من تعاون جميع أتباع الأديان السماوية وقيادات الأديان السماوية في إشاعة ثقافة السلام، وهذا من أكبر ما نواجه به أعمال العنف والإرهاب. الزيارة إلى مصر تأتي بمناسبة مرور 70 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان، إضافة إلى أن البابا يولي أهمية كبرى لقضية الأمن في الشرق الأوسط بأكمله وسعيه لإنهاء التطرف بين الديانات المختلفة وتعزيز روح الاحترام المتبادل بين الأديان في العالم كله. منذ توليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية في العام 2013، دفع البابا فرانسيس الكنيسة للتحاور مع الإسلام، رافضا النظر إلى عنف في المتطرفين بمنظار الحرب الدينية أو صراع الحضارات. لا أعتقد أنه من الصواب أن نعرف الإسلام بالعنف، هذا ليس صحيحا. في العام الماضي رحب البابا فرانسيس بإمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في الفاتيكان، وهو الأمر الذي مهد بدوره للمشاركة في مؤتمر السلام في الجامعة، حيث يتفق الطرفان على نبذ التطرف. شعار الزيارة سيكون بابا السلام في مصر السلام، ولذلك فإن البابا رفض استخدام سيارة مصفحة ولا داعي لأي خوف في مصر كما قال. وأكدت مصادر الفاتيكان تصميمه على الزيارة رغم الهجمات الإرهابية الأخيرة التي حدثت ضد كنيستي مار مرقس ومار جرجس في الإسكندرية وطنطا، وأسفرت عن وقوع عشرات الضحايا.
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس عن نتائج مزايدة السوق الحرة في مطار رفيق الحرير الدولي والتي فاز بها تحالف بارك. وشدد فنيانوس على أن ما حصل يجب أن يكون نموذجا لكل التلزيمات العائدة للوزارة. تقرير ربيع شنطف. على تحالف باك المؤلف من شركتي فينيسيا اللبنانية وأرينتا الهولندية رست مزايدة السوق الحرة في مطار رفيق الحرير الدولي. هذا التحالف قدم سعرا بقيمة 111 مليار ليرة لبنانية سنويا، أي ما يوازي 74 مليون دولار أمريكي، وهو ليس نهائيا إذ يشمل السعر النهائي علاوات عن كل راكب يدخل إلى المطار بقيمة إجمالية مقدرة بحوالي 27 مليون دولار. وبحسب دفتر الشروط فإن مدة العقد المحددة للتحالف الفائز هي 4 سنوات، وستدخل الأموال المتأتية إلى خزينة الدولة، وهو ما لفت إليه وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن ما وصفه بالإنجاز الكبير للحكومة. إن اللجنة بعد مقارنة الأسعار الإجمالية المقدمة من العارضين قررت إرساء التلزيم مؤقتا على العارض شركة فينيسيا أرينتا شركة مساهمة لبنانية باك. إن شاء الله تكون أعدنا الثقة بهذه الحكومة، لأن هذه حكومة استعادة الثقة. نحن حطينا بتصرفكم بتصرف الشعب اللبناني هذا الإنجاز. نحن نلتزم بالقوانين، وكل ما يصدر عن مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة بخصوص هذا الموضوع نحن نلتزم به. وبعد أقل من 3 ساعات على مؤتمر فينيانوس عقد رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية مؤتمرا صحفيا دعا فيه إلى المحافظة على وحدة المعايير في المناقصات، مؤكدا أن الطعن حق مقدس. الربح الأساسي هو الوطن بصورة المواطن بما أعيد إلى خزينته من أموال. الرابح الأساسي هو الوطن، وهون بدي ضوي على نقطة أساسية، بوجه الإدارة والعمل الإداري والتعاون في انتظام عمل الإدارات والسلطات الرقابية. وانطلاقا من ملف السوق الحرة الذي تم حله، يحتاج المطار إلى عمل دؤوب لاستعادة بريقه، كما يؤكد وزير الأشغال نفسه الذي لفت إلى أن المديرية العامة للطيران المدني وجهاز المطار يعانيان قبقية إدارات الدولة بسبب الشغور. مطار رفيق الحريري الدولي سيكون إذن على موعد مع مشاريع جديدة تضعه في مرتبة متقدمة تتوافق والمعايير الدولية، وفق ما أكده رئيس المطار فادي الحسن في حديث للمستقبل. التقرير لمها حطيت. يعود مطار رفيق الحريري الدولي إلى الواجهة مجددا، لكن هذه المرة بصورة إيجابية تتعلق بتطوير المطار وتحسينه. فبعد ضغوط دولية لسد ثغرات في عمليات التفتيش والتدقيق بدأت ورشة العمل. العديد من المشاريع الجزء منها بدأ بالمطار، اللي من شأنه أنه ترفع مستوى المطار من الناحية الأمنية لا حتى نصير نضاهي أهم المطارات العالمية. في عنا سور وفقا للمواصفات العالمية اللي محددتها منظمة الطيران المدني الدولي أو الأيكايو، اللي بيصيروا الحقائب رح يتفتشوا أوتوماتيكيا، رح يصير في عليهم مسح أمني بواسطة سكانرز متطورة، وأكيد كمان مثل معظم المطارات العالمية يعني الشنط صار الراكب بيوصل على تشيك إن كاونتر، بيصير من بعد ما يسلم الحقيبة بتنزل بالكونفيرز بتفتش أوتوماتيكيا قبل ما تطلع على الطيارة، وهذا الشيء كان مطلب أساس بكل الأودتس أو كل التدقيق اللي انعمل على لبنان بخلال الفترة الماضية. في مجلس الوزراء أخذ قرار بتأمين مبلغ 27 مليون دولار لشراء تجهيزات أمنية لصالح المطار، لا مكانات كمان الكشف بالأشعة أو الأكس راي سكرينينج اللي موجودين حاليا بالمطار رح يتم استبدالهم بأجهزة أكثر تطورا، يعني كمان تماشيا مع المواصفات العالمية. ولكن هالشي ما بيعني أنه نحن الموجود عندنا منه ضمن المواصفات، لا. كل هذه التحسينات التي من شأنها أن تضع مطار رفيق الحرير الدولي في مرتبة متقدمة تواجه عددا من التحديات الخارجة عن سيطرة إدارة المطار، كالروائح الكريهة التي يشكو منها المسافرون، وأيضا مشكلة طيور النورس التي عملت الإدارة على إيجاد حلول لها. يعني نحن في مجرى نهر الغدير مثلا اللي هو يبلش من الجبال وبيمرق جزء منه عنا بحرم المطار وبيرجع بروح بصب بالبحر،
فهل مجاري المياه اللي هي كلها عم تحمل مياه ملوثة كمان ومياه مبتذلة كمان، هيدي بحاجة لمعالجة. بالنهاية اليوم ظاهرة الطيور موجودة عالميا بكل المطارات، نحن عملنا كل البريكوشنز، كل الاحتياطات اللي ممكن تنعمل، جبنا أجهزة وركبناهم بالمطار، أكيد أجهزة البعض منها متحرك والبعض ثابت، ولكن ما بيمنع هالشيء انه يكون يضل فيه. يعني الطيور اليوم موجوده بكل مطارات العالم، موجود مطار بموقعه حوالي كمان خلينا نقول باتجاه منطقه العمروسيه وشوي فات هونيك، عم بيكون في هالمزارع الموجوده اللي هي كمان عم تطلع منها روايح. بقى بيخيل للراكب اللبناني او للمسافر وقت اللي عم يجي او عم يسافر عبر المطار انه هالروايح عم تطلع من قلب المطار، هو فعليا لا. ورغم كل الصعوبات استقبل المطار عام 2016 8 مليون راكب، وهو عدد متوقع أن يرتفع هذا العام رغم أن المطار مصمم لاستقبال 6 مليون راكب. ومن المتوقع أن يبدأ اللبنانيون بملاحظة التغييرات الكبيرة في المطار خلال هذه السنة ومطلع السنة المقبلة. مع استمرار اللقاءات والنقاشات المتعلقة بالبحث عن قانون انتخابي جديد، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل خلال الغداء السنوي الذي أقامه التيار الوطني الحر لهيئتي كازينو لبنان أن قانون الانتخاب الذي يسعى إليه هو لكل اللبنانيين ويحقق صحة التمثيل. اليوم شبح التمديد بده يروح عنا، اللي مشغول باله انه في حدا ما بيصوت بالدورة الاولى بنقول له كل الناس بتصوت بالدورة الاولى، بس المشغول باله عن جد انه ناس ما بتصوت بالدورة الاولى، ليش مش مشغول باله على كل اللبنانيين انه ما عم بيصوتوا لا بالانتخابات 2013 ولا بانتخابات 2017، عم تحرموا كل اللبنانيين من تصويتهم لما عم بتمددوا للمجلس النيابي، مسيحيين ومسلمين كلهم سوا عم يتغيبوا عن صندوق الاقتراع. هذا يلي مشغول باله على العدالة وعلى الديمقراطية يتفضل ونشتغل كلنا سوا تنعمل قانون انتخابات مبادئ ومعايير العدالة وصحة التمثيل فيه ما بتضيع. فكونوا جاهزين معنا بقانون أو بلا قانون، بالتصويت بصندوق الاقتراع أو بالنزلة على الشارع، ما في تمديد، في قانون انتخاب جديد. ومن عين التين رحب السفير البريطاني في لبنان هيوغو تشارتر بالزخم السياسي الحالي الذي أعاد إحياء مؤسسات الدولة اللبنانية. وأكد تشارتر بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إجراء الانتخابات في موعدها أمر أساسي. آمل أن يستمر هذا الزخم، وفي هذا الصدد لفت إلى البيانات الأخيرة التي وقعت عليها مع سفراء مجموعة الدعم الدولية وسفراء الاتحاد الأوروبي، والتي تشجع جميع الأطراف على استخدام الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق حول إطار لإجراء انتخابات سلمية وشفافة وفي موعدها. كما اتفقنا أيضا على أن قانون انتخاب جديد يجب أن يتضمن كوتا للنساء. هناك 54 يوما يفصلنا عن انتهاء ولاية مجلس النواب. لطالما افتخر لبنان وشعبه بتقاليدهم الديمقراطية، إجراء الانتخابات في موعدها أمر أساسي لضمان الحفاظ عليها. سنستمر بمتابعة النقاشات الدائرة حول قانون انتخاب جديد وموعد الانتخابات عن كثب. أكد وزير الثقافة غطاس خوري من عنجر أن زمن الخلافات السياسية قد دول، لافتا إلى أن الحكومة تعمل من أجل إقرار قانون جديد للانتخاب. افتتح وزير الثقافة غطاس خوري القصر الصغير في موقع عنجر الأثري المرمم من قبل سفارة كوريا الجنوبية تحت إشراف المديرية العامة للآثار، وذلك في احتفال أقيم في ساحة القلعة بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية. الوزير غطاس خوري قال إن الحكومة لن تألو جهدا في إنجاز قانون انتخابات يراعي مطالب جميع اللبنانيين. ثمن الخلافات السياسية ولا، ونحن في عهد جديد ننفتح على الجميع ونتعاون مع الجميع ويمكن أن نتحالف مع الجميع. من يريد التحالف فهو أهلا به على قاعدة التمثيل المشترك للجميع. الوزير غطاس خوري زار معرض الكتاب في أزهر البقاع بحضور مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس الذي سلمه درعا تقديريا باسم الأزهر، فيما أولم وزير الاتصالات جمال الجراح على شرف الوزير خوري. إلى أبرز أخبار العرب والعالم بعد الفاصل، وفيها فضح ادعاءات روسيا والنظام حول مذبحة خان شيخون،
ومواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية دعما للأسرى. واصلت الطائرات الروسية قصفها للمرافق الطبية ومنازل المدنيين في ريفي حماة وإدلب، مما أدى إلى مقتل وجرح عدة أشخاص، في وقت ألقت طائرات مروحية براميل متفجرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن. بدورها استهدفت المعارضة السورية لعناصر قوات الأسد على جبهة المصاصنة في ريف حماة الشمالي، كما تمكنت من تدمير عدة آليات تابعة للميليشيات الطائفية على جبهات ريف حلب الجنوبي. وفي حي القابون أعلن الثوار مقتل العشرات من قوات النظام التي حاولت التقدم في المنطقة. فضح تقرير لصحيفة نيويورك تايمز التبريرات التي سوقها النظام السوري وروسيا لرد الاتهامات بشأن مسؤوليتهما عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون في ريف إدلب. في تقرير مفصل قدمت نيويورك تايمز قرائن وأدلة حول مجزرة خان شيخون تشكك بثلاث ذرائع تتعلق بالتوقيت والمواقع والأسلحة المستخدمة، كما كشفت أن الهجوم وقع صباحا وتحديدا قرابة الساعة 7 بالتوقيت المحلي لسوريا، وذلك في رد على ادعاء النظام وروسيا أنه وقع ظهرا. وقارنت الصحيفة بين مقاطع الفيديو والصور التي بثها الناشطون للحادثة ومع صور الأقمار الصناعية الملتقطة للموقع قبل وبعد الهجوم، وأثبتت بما لا يدع مجالا للشك بأن المكان الذي تعرض للقصف هو مبان صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافيا بعيدا عن مستودعات زعم النظام أنها تحتوي على مواد كيماوية وليس منطقة واسعة على أطراف خان شيخون كما تقول الرواية الروسية. وأضافت نيويورك تايمز أن الصور والفيديو تثبت وجود القصف في المكان والتوقيت ولا يثبتان بالضرورة استخدام السلاح الكيماوي حينها، لكن تلك الحقيقة يمكن التأكد منها عبر مقاطعة مجموعة من الرسائل عبر الواتساب التي تظهر تدفق المصابين بأعداد كبيرة في الصباح إلى المستشفيات الميدانية مع طلب الأطباء هناك للدعم والمساعدة، إضافة إلى شهادات حية قدمتها الصحيفة من خان شيخون. وفيما يتعلق بنفي رأس النظام السوري بشار الأسد امتلاكه السلاح الكيماوي مستندا إلى ما أعلنته المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، أعادت نيويورك تايمز نشر ما صرحت به المنظمة لجهة عدم التأكد من تخلص النظام السوري من كامل ترسانته الكيماوية. لمناسبة اختتام شهر التوعية بمرض التوحد، يرعى رئيس الجمهورية ميشيل عون والسيدة الأولى نادية عون بعد لحظات وفي تمام 8 مساء حفل إضاءة القصر الجمهوري باللون الأزرق. وستكون معنا من هناك مراسلتنا شهير إدريس، وهي الآن أصبحت جاهزة. شهير تفضلي. محمد، فعلا بعد لحظات من الآن يخرج رئيس الجمهورية والسيدة الأولى إلى باحة القصر الجمهوري، حيث يوجد 100 طفل تقريبا يعانون من حالة التوحد إضافة إلى عائلاتهم وعدد كبير من الجمعيات. هناك احتفال كبير سيجري الليلة في القصر الجمهوري، سيضاء القصر الجمهوري بالأزرق كما الكثير من المعالم السياحية والأثرية التي أضيئت على مدى هذا الشهر للتوعية من مرض التوحد. وطبعا الشعار العالمي هو لهذا نحو الاستقلالية الذاتية وتقرير المصير، فيما أن هناك توجيه يعني إعادة للتوجيه في هذه والتوعية لهذا المرض بالذات. رئيس الجمهورية في هذه الأثناء يوقع على الشعار الخاص بحالة التوحد مع السيدة الأولى ويخرج إلى الباحة الخارجية حيث سيكون له كلمة سيعطي خلالها التوجيهات للمسؤولين وللجميع من أجل إعطاء الأهمية اللازمة والاهتمام بهذه الحالات، وهي حالات مستعصية جدا وليس لها العلاج اللازم عالميا، إذ أن هناك يعني طفل من أصل 10,000 في العالم يصاب بمرض التوحد يوميا، لذلك هذه الحالة هي صعبة والأطفال ينتظرون الآن يصفقون لرئيس الجمهورية. هناك نشاطات ترفيهية
ترفيهية كثيرة وموسيقية وفنية بحضور وزير الشؤون الاجتماعية بيير بوعاصي وكذلك عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والجمعيات المختصة بعلاج ويعني الاهتمام بمرضى حالة التوحد والتوعية عليها. إذن في السابق خلال هذا الشهر أيضا كان هناك توعية من قبل وسائل الإعلام حيث لبس العديد من المذيعين والمذيعات أيضا اللباس الأزرق، قاموا بحملات توعية وأضيئت وسائل الإعلام أيضا باللون الأزرق. في هذه الأثناء بدأت الاحتفالية والنشيد الوطني لهذه الاحتفالية. كما تتابعون وبعد تلاوة النشيد الوطني اللبناني كان رئيس الجمهورية في هذه الأمسية يختتم شهر التوعية باضطراب التوحد والذي يعاني منه طفل من كل 10,000 طفل حول العالم. وبانتظار كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الأجمل أنت، دعني أسمع صوتك، بدت هذا الصمت، دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت، كل شيء كل كلمة تسعى تزيد، من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار، كل شيء كل كلمة تسعى تزيد، من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت المكسور، في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت المكسور، واترك هذه العزلة وافرح مع مين الأزهار، حين تنشق عطرك خان ولون الزنبك خان، كل شيء كل كلمة تسعى تزدار، من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار، كل شيء كل كلمة تسعى تزدار، من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار. حبي أنت وأمي أنت، فما غيرك في المكان، أنا لا أخجل بك يا طفلي أحلى الأطفال، حبي أنت وأمي أنت، فما غيرك في المكان، أنا لا أخجل بك يا طفلي أحلى الأطفال، لك من لي ترحيب فأهلا أشرقت الأنوار، فرح أنت وعمر عزب نفى الأرض وقال، كل شيء كل كلمة تسعى تزيد، من عينيك يطل الفجر
الشمس وتشرق الشمس نهار كل شيء كل كلمة تسعى هذا الدار من عليك يطل الفجر وتشرق الشمس نهار. أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا بكم في بيتكم. أحببنا أن نستمع منكم مباشرة عن معاناتكم مع التوحد الذي يصيب أطفالنا، وأن نمضي معهم بعض الوقت للتعرف عليهم أكثر. منذ بضع سنوات تكثفت حملات التوعية في العالم عن التوحد لتسليط الضوء عليه ونشر الوعي العام بين الناس وخلق حالة متفهمة تضامنية وداعمة. ونحن في لبنان ننشط في مجال التوعية على جميع المستويات، وإذا كانت التوعية ضرورية فأن المطلوب اليوم صار أكثر، خصوصاً وأن نسبة الإصابات هي في ارتفاع، فمعظم الناس وصلت إلى التوحد وباتت تعرف أعراضه. لذا صار لزاماً علينا الغوص أعمق، لأنه قد يلازم مدى الحياة في ظل عجز العلم حتى الآن عن معرفة أسبابه وعن اقتراح علاج مناسب له. من هنا يجب أن تتضافر كل الإرادات لجعل المعاناة أقل قساوة وغدر التوحد أكثر أملا. هي قضية إنسانية ووطنية، فلا يجب أن نسمح بأن يتم التعاطي مع الذين يعانون من مشكلة التوحد وكأنهم كمية مهملة، فننسى الإنسان فيهم وننسى أنهم يشعرون ويتألمون كسائر الناس، وربما المهم يكون أكبر لأنهم يعجزون أحياناً عن التعبير عنه. إن مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والتربوية مدعوة لمقاربة هذه القضية من منطلق أن أبناء التوحد هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، لهم مكانهم ولهم حقوقهم، وأولها حقهم بالاندماج في المجتمع وبفرصة التعليم والعمل بما يتناسب مع قدراتهم، كما لعائلاتهم أيضا كل الحق بالدعم والمساندة. ومسؤولية الجمعيات الأهلية مجتمعة هنا هي أساسية في نشر الوعي، في مساعدة الأهل، وفي مواكبة أي تطور في هذا المجال. وهنا ندعوها أن توحد جهودها وأن لا تشرذم قدراتها كي تكون فعالة مع المحافظة على تنوعها. وفي هذا المجال ندعو أيضا طاقاتنا العلمية إلى الانخراط في الجهد العالمي لكشف أسباب التوحد والمساهمة في وضع مناهج تعليمية يمكن التأسيس عليها من أجل تأمين تطور الأطفال المصابين ومواكبتهم في كل مراحل حياتهم وإعطائهم فرصة للمساهمة على قدر طاقة كل منهم في الإنتاج الحرفي أو الفكري أو الفني بما يحفظ كرامتهم الإنسانية ومكانتهم في المجتمع. أيها الأحبة، أمامنا اليوم قلوب تعجز عن إيصال دفئها إلينا، ونظرات تشيح عن أعيننا، وكلمات يصعب نطقها، فهل نلتقطها؟ هل نتمكن من فتح قوة في الجدار العازل لننفذ إلى الداخل ما دام الداخل عاجزا عن الخروج إلينا؟ أيها الحضور الكريم، ومن خلالكم أتوجه إلى جميع اللبنانيين، كلنا معنيون، كل في موقعه ومكانه، وأي نجاح يتحقق هو نجاح لنا جميعا، لمجتمعنا، لوعينا، لثقافتنا، لإنسانيتنا، فلنسعى معا
كي نكون من الناجحين. وشكرا للإصرار. أدينا كنا معكم مباشرة من بعبدة في ختام شهر التوعية بالتوحد برعاية وأطلالة وكلمة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي كان بصحبة السيدة الأولى نادي عون حيث أضيئت أنحاء القصر الجمهوري باللون الأزرق. انتشرت قوة أمريكية خاصة بكامل معداتها وألياتها في مقر قيادة عمليات الجزيرة التابع للجيش العراقي في سد حديثة غرب الرمادي تحضيرا لتحرير منطقة عنا غرب المحافظة. إلى ذلك قتل العشرات من تنظيم داعش في عمليات للقوات العراقية في مدينة الموصل ومحافظة ديالى التي تشهد نشاطا لمتطرفين. هذا أعلنت قوات البشمرجة اعتقال أكثر من 50 عنصرا من التنظيم كانوا تسللوا بين النازحين إلى مخيمات جنوب محافظة كركوك. تضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من محافظات الضفة الغربية المحتلة، حيث أمطرت قوات الاحتلال المتظاهرين بعشرات قنابل الغاز في مواجهات انطلقت بعد صلاة الجمعة، ما أدى إلى إصابة العشرات، بعضهم أصيب بالرصاص الحي. في المقابل ذكرت وزارة ما يسمى بالإسكان الإسرائيلي أنها تعتزم بناء نحو 15 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. للسنة الثامنة الحريري تطلق مسابقة جماليات الخط العربي. ووسط مشاركة دولية انطلاق مهرجان طرابلس للأفلام. مجددا نحييكم. جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر تويتر تأكيده أنه يريد قانونا انتخابيا يراعي جميع اللبنانيين. الرئيس الحريري عقد كذلك سلسلة لقاءات في بيت الوسط. بين 28 من حزيران والسابع من تموز المقبل ستكون العاصمة على موعد مع مهرجانات في ميدان سباق الخيل. هذا النشاط حضر في بيت الوسط حيث بعثه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع وفد من جمعية مهرجانات بيروت الثقافية برئاسة السيدة لمى سلام. وخلال اللقاء سلم الوفد الرئيس الحريري دعوة لحضور المهرجانات. رئيس مجلس الوزراء التقى كذلك رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير وعميد الصناعيين اللبنانيين جاك صراف، الذي لفت إلى أنه تم تقديم تقرير مفصل عن زيارة الوفد الاقتصادي الهامة إلى موسكو. وأبدى الرئيس الحريري اهتماما كبيرا لا سيما أنه ستكون له زيارة مرتقبة إلى روسيا. ومن زوار بيت الوسط الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، الذي عرض للمعطيات المتعلقة بانعقاد منتدى الاقتصاد العربي الذي سيفتتحه الرئيس الحريري يوم الثلاثاء المقبل في فندق فينيسيا، وسيشارك فيه حوالي 500 شخصية من لبنان والدول العربية والأجنبية. ومساء استقبل الرئيس الحريري الوزير والنائب السابق جون عبيد وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات. وكان قد التقى وفدا من منظمة القادة الشباب في تركيا برئاسة السيدة سيلين حباب وحضور السفير التركي في لبنان كاغاتاي أرسياز ورئيس مجلس الأعمال اللبناني التركي وجيه البزري. بعد اللقاء أوضح البزري أن الوفد زار بيروت كي يتعرف على فرص الاستثمار في لبنان ويلتقي نظراءه اللبنانيين بهدف دراسة مجالات التعاون بين رجال الأعمال في كل من لبنان وتركيا. أضاف العديد من أعضاء الوفد يزورون بيروت للمرة الأولى، وقد شهد الجميع أن الأوضاع في لبنان مستقرة وفيه فرص استثمارية كبيرة، مشيرا إلى أن الرئيس الحريري شرح للوفد الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة ما أشعرهم بالاطمئنان للاستقرار السياسي والأمني الحاصل في لبنان. التطورات في البلاد وقانون الانتخاب كان مدار بحث بين متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس السعودي مع وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف والوزير السابق جان عبيد.
شيعت مدينة بعلبك الشاب خليل عمر صلح الذي قضى بسبب تعرضه لإطلاق نار من قبل أشخاص من آل زعيتر على خلفية حادث سير. هو عم يحكي معنا بقول له صلوا على النبي اجوا قدروا على الوسوق قتل. هو مسلسل السلاح المتفلت على الأراضي اللبنانية يضرب من جديد دون أي حسيب أو رقيب. ففي بعلبك تطورت مشادة كلامية إثر حادث سير بين شابين، الأول من آل صلح والثاني من آل زعيتر، إلى إطلاق نار أصيب على إثرها الشاب خليل صلح الذي نقل إلى مستشفى دار الأمن الجامعي وما لبث أن فارق الحياة. هذه الحادثة أدت إلى حالة تشنج من أهل القتيل والقاتل، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني وتسيير دوريات في المنطقة. عائلة صلح طلبت القوى الأمنية بتوقيف قتلة ابنها. اليوم بعلبك فقدت شهيد من شهداء الاستهتار بحياة الإنسان عندما يستشهد الإنسان أمام بيته بالسلاح المتفلت الخارج عن السلطة من قبل أناس لا يعرفون للإنسان قيمة. فلذلك النداء موجه إلى السلطات الأمنية لوأد هذه الفتنة في هذه المنطقة ورفع الغبن عن المظلومين والمحرومين من سلطة ورعاية الأجهزة الأمنية، والدولة هي المسؤولة عن مثل سقوط هؤلاء الشهداء الذين لا ذنب لهم. من جانبها استنكرت عشيرة آل زعيتر الجريمة البشعة التي أصابت الشهيد خليل عمر الصلح، معتبرة إياه خسارة لكل الشرفاء في منطقة بعلبك، وأهابت العشيرة بالقوى الأمنية والقضائية أن تقوم بواجبها بتوقيف الجنات في أسرع وقت وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم ما يتوجب عليها. بعد يومين على تعدي مجموعة من أصحاب الشاحنات على سيارة أحد المواطنين في منطقة الكوستا برافا خلال قطع طريق، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف المدعو نون فاه الذي أقدم على تحطيم زجاج سيارة بعدما تم تداول فيديو له على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، علما أن الشعبة كانت قد أوقفت المفتعل الأساس للإشكال. افتتح وزير الدولة لشؤون المرأة جون أوغاسابيان ورشة عمل موسعة تضم مجمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال المرأة في فندق المونرو، وذلك لمناقشة استراتيجية الوزارة بما يصب في مصلحة تحقيق المزيد من الخطوات التي تعزز وضع المرأة في لبنان. وسهلت الورشة بكلمة لأوغاسابيان تناول فيها الأهداف وعناوين التحرك على المديين القريب والمتوسط، وذلك من خلال فريق عمل متكامل ومتعاون للوصول إلى الهدف المنشود. سياستنا من الأول كانت واضحة، هي مسألة الانفتاح على كل الناس والتواصل مع كل الناس، وبنفس الوقت ما جايين ناخد دور حدا، لبل جايين نكمل الأدوار اللي أنتوا عم تقوموا فيها. وبالتالي هذا الأمر بيفترض أنه أي عمل ما نقوم فيه نحن يكون فيه نوع من التشابك، يكون فيه تواصل مع كل المؤسسات الجمعيات التنظيمات على اختلافها، يكون في هناك نوع من المشاركة والإسهامات لحتى ليتر أون نعمل فريق عمل يأخذ كل هالملاحظات، كل هالكومنتس، كل هالإسهامات هذه نجمعها ندخلها بهذه الاستراتيجية لنطلع بوحدة لحد ما متكاملة يكون فيها إسهامات. أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية نائبة هي الحريري أن اللبنانيين لم يستمروا لو لم يكن لديهم الإبداع المستدام. كلام الحريري جاء خلال رعايتها إطلاق مسابقة جماليات الخط العربي للسنة الثامنة على التوالي. بمشاركة 300 طالب وطالبة من 17 مدرسة رسمية وخاصة من صيدا ومنطقتها، أطلقت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري مسابقة جماليات الخط العربي التي نظمتها جامعة الجنان والشبكة المدرسية لصيدا والجوار والمركز الثقافي الفرنسي في صيدا، وذلك بهدف تعريف الأجيال بعراقة فن الخط العربي وتشجيعهم على تحسين خطوطهم في الكتابة وفن التخطيط الحروفي باللغتين العربية والفرنسية. وتمحورت نصوص المسابقة هذا العام حول عنوان 13 نيسان لبنان وطن للحياة لا للموت لمناسبة الذكرى 42 للحرب الأهلية. مهمات المدارس مش بس تعطيهم الكريكولا أو البرنامج،
وهم تفوت لإبداعاتهم، يعني تقدر وهيدي الثروة الأساسية، هيدي ثروة البلد، يعني ثروة البلد، واللبنانيين ما بقيوا واستمروا لو ما كان عندهم نوع من الإبداع المستدام. ونأمل أن يستمر هذا النشاط في المدى البعيد ليكون تعبيرا عن هذا الجو الثقافي الرائع الذي تمتاز به مدينة صيدا. أنا مسرورة أن أرى مجموعة كبيرة من الطلاب الشباب يشاركون في هذا اليوم، لأن التعبير عن الذات عبر ما يسمى الأساليب الفنية وغيرها يساهم جدا في بناء شخصية الإنسان. بدوره أكد ممثل رئيس بلدية صيدا كامل كزبر استمرار البلدية في دعمها لهذا النشاط الثقافي لما له من أهمية في اكتشاف المواهب والإبداعات لدى طلاب المدينة. في إطار النشاطات الثقافية التي تشهدها الفيحاء، افتتح مهرجان طرابلس للأفلام وسط مشاركة من مختلف دول العالم. بعد أيام على اختتام فعاليات معرض الكتاب في عاصمة الشمال، تشهد المدينة حدثا ثقافيا آخر، إذ انطلق مهرجان طرابلس للأفلام في نسخته الرابعة في مركز الرابطة الثقافية. عمل بسلامتك. بعد ما إنه مقطع من فيلم إن وايت للمخرجة دانيا بدير، والذي عرض في حفل الافتتاح الذي أقيم وسط حضور فني رفيع وبمشاركة فعاليات المدينة. أنا نمرة 50، يعني الحب الأهل كان للكبير وللصغير. أنا على هامش أثر فيني، صرت بدي أفتش على حالي أثبت حالي. المهرجان يشكل هذا العام تحية للمخرج طرابلسي العالمي والمعروف بأبي السينما اللبنانية جورج نصر. ليش جورج نصر اليوم؟ لأسباب عديدة أبرزها 1957، مش حلم يتحقق، أسطورة تتحقق في كامل. 1957 أول فيلم عربي في كان، أول فيلم لبناني في كان. يعني أنا فنان وفي الميلي نلفلو بالأروس الدولي تبع السينما. المهرجان الذي سوف يستمر حتى الرابع من أيار المقبل يشارك في مسابقته الرسمية 45 فيلما اختيروا من أصل 400 فيلم. الأفلام المتنافسة تتنوع بين وثائقيات وأفلام روائية وأخرى قصيرة، وهي تمثل كل قارات العالم، إذ تحضر أعمال من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأفغانستان وكردستان وتركيا، بالإضافة إلى مصر وتونس والمملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وسوريا ولبنان. والآن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولان آش.